سني مرشح تسوي او المرشح الذي يحظى بمقبوليه العدد الاكبر. شنو دور الاطار في تعزيز هذه الفكره ان ياتي مرشح مقبول؟ يدعم بانه المرشح الذي تقريب وجهه نظر البحث عن مرشح مقبول، وهناك اسم مطروح حقيقه ومرشح اعتقد بانه يحظى بمقبوليه. اسم جديد؟ هسه ما مخولا يعني اطرح باب الترشيح من جديد؟ يعني نعم، هناك من يتحدث في الـ في الـ في الغرف، خلينا نقول الغرف المغلقه، هنالك شخصيه قد يحظى بمقبوليه العدد الاكبر من المكون. هسه ما معني الشيخ عدنان الجحيشي؟ ما ادري. على العموم على العموم هنالك عده اسماء، ولكن اسم يحظى بمقبوليه، والاطار التنسيقي اوصل عده رسائل ايجابيه. نتفاعل مع المكون الاكبر، مع العدد الذي يحظى بالاكبر، بغض النظر عن الاليه التي ستنتج هذا المرشح نتيجه الاليات القديمه. وشنو دور الاطار في الوصول الى هذه المرحله، مرحله ان تتفق القوى السياسيه السنيه على مرشح؟ قرب وجهات النظر، اكثر من هذا ما يقدر. ما هو الان يساهم في ابعاد وجهات النظر. لا لا، هو يدعم مرشح ويبعد. لا لا، ذكرت لك استاذ علي في لغه الارقام، نعم كان الاطار منقسم على نفسه، حتى هناك من يدعم مرشح السيد الخنجر، ونحن الحكمه دعمنا مرشح السيد الحلبوسي عندما كانت الارقام. حتى في المره الثانيه، في الاولى والثانيه نعم كانت الارقام واضحه، كانت هنالك اكو خط شروع. شنو اللي تغير الان؟ خط الشروع الذي استندنا عليه في قرارنا داخل الحكمه ابتداء وداخل الاطار اعتقد هو نتاج الانتخابات، مع حجم المتغيرات اللي ذكرها استاذ عبد الناصر واستاذ مهند، حجم المتغيرات الحاصله في المساحه السنيه، هنا اسس لخط شروع جديد في قضيه التعاطي والتعامل مع لغه الارقام الموجوده. كنا نتحدث عن تقدم وسيد الخنجر، نعم اليوم نتحدث عن صداره ومبادره وحسم وتقدم وعزم ايضا وجماهيريه انا شوي ربما فاتني احد اللغه يعني اسماء. بالنتيجه هنالك اصبح عده مشارب للقرار، كان هنالك القرار له مشرب واحد او على الاقل مشربين مثلا، هنا عده مشارب وعده ماخذ للقرار السياسي داخل المساحه السنيه. لذا الاطار دوره بفتح مساحه القرار ودعم من يحظى بالعدد الاكبر بغض النظر عن جهه الترشيح.